ايه الحروف والاسماء اللي ممكن نبتعد عنها تماما علشان دي بتعمل لنا طاقة سلبية. يلا. كل من ينتهي بحرف النون غير داعم وخصوصا عاطفيا، زي ما قلنا قبل كده شيرين، نرمين، جرمين، كل دول نبعد عنهم. اوكي، ليه النون؟ نبعد عن الاسماء اللي بتنتهي بحرف النون. النون خصوصا ما يكون النون قبلها مكسورة، يعني يه نون. اوكي. تمام. طيب الالف المكسورة، ايمان، اسلام، امتثال، ابعدوا عن الالف المكسورة. الالف اللي في اول المكسورة الكلام او اول الاسم. بتدي برضو لا قدر الله مرض، بتدي لا قدر الله فراق، دايما بيفترقوا، او دايما لا قدر الله بيبقى مش صحيا مش كويس. اوكي، اذا ادي النون لو والالف قبلها، المكسوره والالف المكسوره اللي هي تحتها همزه دي في اول الاسم. بصي بقى، في مقاطع في الاسماء نبتعد عنها تماما، زي مر، زي سم، زي هم، زي سد، زي لا، زي شر، كل دول معاكسين للسعادة، اللي هو مثلا حسام، أدهم، نجلاء، شيماء، ولاء، كل الحاجات اللي فيها لاء في الآخر، لام وهمزة، نبعد عنها تماما، دي بتعمل ايه؟ معاكس للسعادة. لأ لأ، بصي آخرها إيه؟ ولاء، علاء، آخرها لأ، معاكس للسعادة. هتنتهي يعني، بص، ممكن الجزء الاولاني، الحرف الاولاني يبقى داعم مثلا من الحروف الداعمه، لكن في الاخر هتلاقي نص حياته الاولانيه اوكي، والنص والنص التاني الأخير. مدمر. شوفوا المشاهير واربطوا اللي انا بقوله لكم بالمشاهير، هتلاقوا القصه دي ماشيه زي ما انا بقولها. طيب حسام مثلا، حسام عشان اخره سام. زي سام. طيب والحاء ده حرف داعم ولا مش داعم؟ الحرف دايما حسام هتلاقيه شخص، بس حسام ده السيف، الحسام يعني حاجة قوة. ومين لا، هو حسام اوله دايما بتلاقي حسام ده عايش يعطي الاخرين، تلاقيه دايما عايش من اجل الاخرين، ما بيعيش لنفسه، دايما تقول يقول انا مش عايش لنفسي، قوه داعمه للاخرين. زي اللي اسمه سيف، سيف مش كويس ليه؟ لانه حاد. اوكي. هو سيف قوه، لكن لا، ده حاد. هو السيف احنا بنستخدمه في ايه؟ مش في القطع، مش في الحروب، مش في الحسم، لا مش كويس خالص. طيب.